للمزيد حول تزايد الفساد في العراق والتقرير أو التقارير الدولية التي ترصد دور الميليشيات فيه، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد جبار الياسري. أستاذ جبار، بداية مرحبا بك. يتنوع نفوذ الميليشيات في العراق بين نفوذ أمني، نفوذ سياسي، نفوذ اقتصادي. كيف تصف حالة التمكين الاقتصادي للميليشيات وتوسيع نفوذها اقتصاديا؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. حياك الله استاذ. طبعا الفساد يا اخي يعني اصبح ليس فقط ثقافه، وانما اصبح عرف من الاعراف السائده في هذا البلد المستباح، بحيث اليوم اي موظف، اصغر موظف بالدوله، لا يمكن ان يتم تعيينه اذا لم يوافق على مسبقا قبل ان يتسلم اي منصب في الدوله على ان يتغاضى عن عمليات الرشوة والفساد وتحويل العقارات والتجاوز على الأموال العامة. فهؤلاء الناس يعني لا يمكن أن نصف، أن نستطيع أن نصف بوصف دقيق لعملية الفساد وغسيل الأموال واستباحة أموال الدولة بشكل لم يسبق له مثيل، ليس فقط في العراق وإنما في العالم. وأفضل من تحدث عن الفساد هم نفسهم الفاسدون، وعلى رأسهم يعني من أعلى مناصب في الدولة العراقية، كما تحدث السيد برهان صالح عن الفساد وقال إنه الدولة العراقية دولة منهارة ودولة يستشهد فيها الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية. وشاهدنا الكثير من أعضاء البرلمان والوزراء السابقين ورؤساء الوزراء السابقين ورجال الدين يتحدثون، ولكن يعني ما هي جدوى تشخيص عمليات الفساد او الفاسدين؟ هناك دور كبير تلعبه استاذ جبار الميليشيات في سوق العقارات، لماذا تركز الميليشيات على سوق العقارات في العراق؟ هؤلاء من يعني من الغباء ومن يعني الاستهتار اذا صح التعبير باموال الدوله وبممتلكات الدوله وحتى على الناس، يعني التجاوز على املاك الناس. يعني اصبحوا يعني هم القانون وهم القضاء وهم مكاتب العقارات يتصرفون بالقوه، لانه ليس فقط المواطن العادي يتحاشاهم ويخشى من الغدر بهم، وانما يعني حتى رؤساء الوزراء يخافون من التصدي لهؤلاء، لان هذه المافيات، هذه يعني نستطيع ان نقول ليس فقط ميليشيات وانما مافيات مدعومه ولها دعم حقيقة لها. يعني هذه المافيات عبارة عن اخطبوط ليس فقط إقليمي وإنما دولي، هذا بالتالي يعني يزيد من معاناة العراقيين من أزمة السكن. يعني كما تعرف أن عدد السكان في العراق يزداد كل سنة، ولكن تضيق أو تزداد أيضا أزمة السكن وتضيق من فرص حصولهم على سكن. هذا الأمر ما تداعياته الاقتصادية على المواطن المنخنق أساسا من الوضع الاقتصادي السيء في ظل ازدياد أسعار العقارات بسبب دخول الميليشيات للتحكم في هذه السوق؟ المواطن العراقي سواء كان بسيط أو موظف أو يعني يقف خلفه عشيرة ما أو حكومة، أو لا يمكن، لا يستطيع أن يعني يفرض وجوده او يسترجع حقه حتى من قبل القضاء. وشاهدنا حقيقه الاستاذ سمير، وهذه يعني لم تكن سرا، يعني هنالك من سطى على اموال الدوله وهرب اكثر من 6 مليار دولار وحكم عليه بالسجن لمده 6 سنوات، ثم خفضت الى سنه ونصف، وبعدها تم اطلاق سراحه لصغر سنه. فما بالك بالميليشيات المتنفذة التي تمتلك السلاح والمال والنفوذ والدعم الإقليمي والدعم الدولي. وأنا هنا أشير إلى نقطة حقيقة أستاذ سمير، نقطة مهمة جدا، أن هذه الأموال سواء كانت من خلال الاستيلاء على عقارات الدولة أو من خلال تهريب الصفقات أو العقود الوهمية، هذه يعني استفادت كثير من الدول من هذه الأموال المهربة، والان اصبحوا اناس اميون، يعني لا يمتلكون لا شهادات ولا لديهم خبره، يحملون جوازات دبلوماسيه ويسجلون عقارات. نحن ونحن نتحدث استاذ جبار عن يعني استحواذ الميليشيات على سوق العقارات، ولكن نتساءل ايضا
عن دور الحكومة، أين تقف الحكومة من كل ذلك؟ يعني صحيفة واشنطن بوست ترى أن ازدهار سوق العقارات في العراق لا سيما في بغداد هو أحد أعراض الفساد المتجذر في هذا البلد، يعني حتى وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تتحدث عن هذا الانفجار السعري في أسعار العقارات في العراق. الحكومة أين؟ لا يوجد أي تأثير وأي يعني أي سلطة للحكومة ما يسمى بين هلالين الحكومة العراقية، سواء أي وزارة من الوزارات التي تأتي يجب أن تتفق مسبقا مع قادة الميليشيات أو أمراء الميليشيات أو أمراء الحرب الطائفية التي تدور رحاها منذ 2003 وإلى يومنا هذا، يجب أن يسكتوا ويغض الطرف عن ما يجري حقيقة على أرض الواقع. وهؤلاء يعني سواء هم عبارة عن فقط يعني رؤساء وزراء أو رؤساء أو رئيس جمهورية أو وزير، ليس له حول ولا قوة، عليه أن أما أن يغض الطرف أو يوقع بشكل يعني بشكل عشوائي على أي أمر إداري يأتي، بحيث هذه الميليشيات باتت تتحكم ليس فقط في العقارات وإنما في بنوك ومصارف. طبعا لأنها ميليشيات مسلحة أستاذ جبار، يعني الاتحاد الأوروبي ربط ما بين الفساد الإداري ووجود السلاح خارج سلطة الدولة أي بيد هذه الميليشيات، حيث يعني الاتحاد الأوروبي يقول إن هذا الأمر يعني يعد شكلا من أشكال الفساد أيضا، الفساد ولكن باستخدام السلاح. هناك ربط بين السلاح التابع للميليشيات واستمرار الفساد في العراق. في ظل هذه التداعيات أستاذ جبار أخيرا، وما يمثله نفوذ الميليشيات، هذا الأمر بالنسبة للقطاع الاقتصادي هل سيؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية؟ نحن نتحدث عن استثمارات أجنبية ممكن أن تصل إلى العراق، ولكن بنفس الوقت هناك تحكم قوي جدا من قبل الميليشيات المسلحة في جميع القرارات داخل هذا البلد، وتحكم في اقتصاد هذا البلد وكل شيء. لا يمكن أستاذ سمير، لا يمكن لأي دولة تسمح لمواطنيها أو لمستثمريها أن يذهب ويستثمر أموالها في العراق، لأنه لا يوجد أي غطاء لا قانوني ولا حماية دولية لهذا البلد، بلد مستباح، سلاح منفلت، عصابات تتحكم في جميع مفاصل الدولة، فلا يمكن لا يجرؤ أي مستثمر سواء كان عربي أو أجنبي يأتي إلى العراق ويستثمر أمواله إن لم يشارك هذه الميليشيات. وأنا حقيقة في عام 2000، وهذا الموضوع طويل ربما أتحدث فيه فيما بعد، في عام 2010 أتيت بشركة ألمانية لبناء مجمعات سكنية عمودية وأفقية في عدة محافظات، في محافظة دجالة ومحافظة واسط ومحافظة بغداد. وحقيقة أنا كمهندس مدني وكنت ممثل لشركة عالمية مؤسسة عام 1947 يعني بعد الحرب العالمية مباشرة، وجئت إلى العراق كممثل لها، طلب مني أن ماذا بالمقابل إذا حصلت على الموافقة وسجلت هذه الشركة. فعندما سألت الشركة قلت لهم الموضوع كذا وكذا، قالوا لا يمكن أن ندخل في صفقات جانبية ونعطي كوميشن لهذه الميليشيا أو تلك أو لهؤلاء الأمراء. فالشركات الأجنبية لا يمكن أن تدخل للعراق في ظل هذا الوضع المرتبك والفوضى التي جلبتها أمريكا. والاتحاد الأوروبي يعلم علم اليقين من خلال المتواجدين في على الأراضي الأوروبية أن هؤلاء الذين يأتون من العراق سواء كانوا بجوازات دبلوماسية أو موظفين في السفارات، الغالبية العظمى منهم إلا ما رحم ربي أغلبهم مهربين وفاسدين ومهربين أموال، وهنالك حقيقة مئات المليارات مستثمرة في أغلب دول العالم، وهذه الأموال تستفاد من عندها هذه الدول، ولهذا تغض الطرف عنها. الاستثمار حقيقة الاستثمار هو عكسي وليس من صالح العراق، بل الاستثمار هو في الدول الغربية وفي أمريكا وفي بريطانيا، وهذه الأموال المهربة الأموال وهي بالمليارات سواء كانت من النذور أو الأضرحة أو الخمس الذي يذهب إلى بريطانيا، هي ترفع من اقتصاد هذه الدول. والمواطن العراقي له الله وليس له أي حول ولا قوة ولا يوجد، أنا أضيف وأؤكد،
لا يوجد أي بصيص أمل بأن هذا البلد يتم انتشاله من هذه الحقبة ومن هذا الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. شكرا لك في وجودك معنا في بانوراما رافدين. أستاذ جبار الياسري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الوسط.